السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. احنا اليوم غادي نتكلموا على بالماضي الذي رفع السقف الطموحات ويستهدف التتويج بكأس إفريقيا، وين ان شاء الله بربي هو راه يشوف، هو اللي راه عارف، احنا ما نعرفين والو. جمع بالماضي هو اللي عارف شكاين، عارف المستوى تاع اللاعبين، عنده كاع كلش باش يعرف اللعابه تاعو المستوى تاعهم، الطموحات تاعهم، راه يتكلم معاهم، راه كل خطره يتكلم مع واحد زوج، يتكلم معاهم بالواحد، يحضر فيهم، عنده ناس اللي يحضروا لعابه فانيك. هذه حاجه مليحه. وين شلنا كيفاش جمع بالماضي يستهدف تتويج بكاس افريقيا، وين قال لهم سنغزو افريقيا على عكس العاده مع المدربين السابقين للمنتخب الوطني الجزائري، خاصه وين تفكروا حنايا سعدان 2010 رايحين نلعبوا كوب دافريك، قالوا له شكون يدوها، باش يقول لهم حنايا ندوها، خاطر قاعد الفريق يقول لهم حنايا، قال لهم لا، قال لهم الصعيبه كوت ديفوار، قال لهم نرشح كوت ديفوار، هو مدرب قال لهم نرشح كوت ديفوار، قالوا الجزائر، قالوا لا، رايحين كوب ديمون، قالوا شا ترشح يفوتوا، قالوا سلوفينيا والماريكان، سلوفينيا والماريكان، قالوا هما اللي يفوتوا، انجليز وماريكان يفوتوا، تما هو ماشي ايكيب، هو راه رايح يبرد. هنايا شو الناس اللي عندهم طموحات، ان شاء الله يا ربي نكونوا في المستوى، ان شاء الله يا ربي، علاش لا، علاش نحقروا روحنا. وين أكد الناخب الوطني في كل مرة بأنه يستهدف التتويج بكأس إفريقيا مع المنتخب الوطني الجزائري التي لن تكون المهمة سهلة، ما تكونش المهمة سهلة، المهمة إلا جبنا كوب دافريك ما غاديش تكون سهلة، غادي يكون تعب كبير، بذل مجهودات كبيرة من طرف اللعابة، ماشي اتحادية، احنا غادي تروح تبرد كاش ما تخزن مور اللعابة، خاطر علاه من دروك انا نقول لك زتشي، الذبان تاع زتشي، الذبان تاع زتشي، قولوا لزتشي، كتبوا له، قولوا له، قولوا يا ودي احنا ما الى غتوصل كوب دي كوب توصل دومي فينال رانا وصلناها، توصل دوزيام تور رانا وصلناها، لازم باش تجيبها، باش نستعرفوا بيك باش تجيبها، وصل فينال، وصل غير فينال، خاطر على دومي فينال شناها و دوزيام تور شناه، اما لا وصل فينال ما تجيبهاش، وصل غير فينال بزاف، باش تهدر راني عليك زتشيه، وما هذو اللعابه يخرجوا برومي تور دوزيام تور ما على بالناش، بصح انت راك على بالي شاك توجد، على بالي بلي راك تجمع مع جماعتك في الشيشه وتقول لهم كون وصل كار دو فينال، ندقدقهم هذو، ندقدقهم كيما هكا، كمال ما هو يقول له وصل غير كار دو فينال، خليني ندبر راسي انا اش غادي ندير باش ندخلكم لي فري سانكو. وين أكد الناخب الوطني في كل مرة بأنه يستهدف التتويج بكأس إفريقيا مع المنتخب الوطني الجزائري، ورغم صعوبة الأمر بالإضافة إلى نقص الخبرة بعض اللاعبين وأيضا عدم المشاركة الناخب الوطني في البطولة القارية الإفريقية في الوقت السابق، أول مرة مشاركة تاعو جمع بالماضي، خلينا نلعب دوميكات العب كلاعب بصح شتيلا دوميكات، انا 2019 مع شعرايم العام، ما راه كلش تبدل، كلش تغير، كلش دار، كلش حاجه ما مشى كيف كيف، خاطر علاه لافريك تطورت، حنا مي كنا لاهين باللي بالشيخ قاعد يهضر على 200,078 لافريك ولات رايحه ولا تمشي، وحنا قاعدين لا ما تبقاش تقرا، جاو يعطوني 200,000 تاعي في 78 ويهضر لك على ستيكا وعلى البن، بغى محرز مي يجي يلعب هنا يعطوه البن، يلعب مي يكمل يعطوه كاسكرو تاع البن، بغى كاع ما كاش كانوا يخمو هادو اللي واحد كيما بالشيخ وجماعته واللي مثلهم بالشيخ قاعدوا يقارعوا بلي ماجر كيسموه محرز مين يجي يلعب هنا مي يكمل البارتيه يقولوا لك ستيكا كاسكرو تاع الزيتون، قال لهم شويه زيتون وشويه كسره وشويه لبن ونروحوا لديارنا، بغا كيما هكا هو كان يحوس عليها كيما هكا. ورغم صعوبه الامر بالاضافه الى نقص خبره بعض اللاعبين وايضا عدم مشاركه
الناخب الوطني في البطولة القارية الإفريقية في وقت سابق. علاه نقول لك انايا حنا كي نهضروا كيما ماشي نكرهوا جمال، كي نقولوا باللي يا ودي لافريك كينيا ولا السينيغ ماهيش، ما تديش نظرة على سلطنة عمان بكينيا، خاطش علاه دي زونترينر كبار في لافريك. انا شلنا نهار اللي لعبنا كونت مصر كونت تونس جيريس، جيريس هذاك كيفاش دوزيام ايكيب وربحت تاكتيك دو جو، رغم ان ربحناهم 1-0 بصح شتيلا لعب بالك بدوزيام ايكيب وضيعوا اهداف وشلنا كيفاش غبنك بتاكتيك دو جو. على هذيك انا نقولوا فيها ورانا نحذروا فيها، انا نهضروا معاكم كرة قدم، كرة قدم. والغلطة الكبيرة، الغلطة الكبيرة اللي درتها يا ماجر يا جماعة بالماضي كي ما جبتش بن طالب، غلطة قد السما الأرض، درت غلطة كبيرة اللي غادي تندم عليها، غادي تندم عليها. شوف كيفاش الهداف كيفاش دارو، يقول لك لا نورمالمون بن طالب يجيبه، عرفت شوف كيفاش دارو؟ كانوا يقول لك لا بكاش بلاصتو، ومن بعد كي عرفوا بن طالب مكاش بن طالب اللي يدير التناسق، كنت طالب وليدي التناسق كاش كاين لعاب كاين قديوله وقديوله ثقيل، قديوله ثقيل باش ندخل قديوله ثقيل بزاف طريلو صح، مع قابسة تفنن في تغيير اللعب خاطش على نعقل ذاك بشير قال لهم سوي كلاس هاك هاك سوي كلاس خشتو كي غادي تبان. الا ان بالماضي يفاجئ الجميع في كل مره ويؤكد انه يستهدف تتويج بكاس افريقيا وفقط، ليرفع بالماضي سقف الطموحات هذه المره عكس المدربين السابقين الذين كانوا يؤكدون بان هدفهم هو مع الخط ذهاب بعيد في البطوله دون تحديد هدف معين. فهل يستطيع الناخب الوطني الجزائري جمال بالماضي قيادة الخط لهذا الحلم الإفريقي؟ حنايا شنو نقولوا؟ إن شاء الله بربي تكون هذا الحلم يكون حقيقة، هذا الحلم يكون حقيقة، هذه اللي نطلبوها إن شاء الله بربي، الحلم هذا يكون حقيقة ويتحقق. خاطش علاه هذ اللعابة راهم 2010 2014 2015 2017 هذو اللعبة اللي يستاهلوا باش يدو كاس، وهذو اللعبة هما لهم باغيين. راه كاسياس كشف امر تاع ابراهيمي قال لهم كاسياس قال لهم متمني الجزائر، قال لهم في طوع الحلم تاع ابراهيمي في غولي محرز مبول حيم ماندي هذو باغيين يدو كاس، باغيين يدو لاكوب ماشي زاتشي الا جابوها. هذه خدمة تاع الحاج اللي خلاها ارا بالماضي مما صارش ما صار ما ولا غير الخدمه تاع الحاج ولا غير اللاعبين المحترفين. خاطش علاش شت ذباب تاع زتشي الذبان تاع زتشي كاتبين قال لك بالماضي يقصف راو راو ودينا له الشيطان يقصف راو راو وحافظ الرادي يا ودي بالماضي من يروح يجمع مع حافظ الرادي انتوما كون مرضى الحاج هو اللي جاب الدبلوم للجمال بالماضي انتوما كون مرضى انتوما راكم مرضى يا الذبان تاع زتشي راكم مرضى. شت واحد لي تيت دايرينهم قال لك يا ودي بالماضي يقصف راو راو وحافظ الراجع الاديداس يا ودي هو قد نتوما حنا مش انا فاهمين كمال مهوي قدام الجزائري كاع ساله على الاديداس قال له الى اصليه ولا مقلده قال له انا خاطيني قال له تاع الاداره انا بالماضي ما قال له اصليه ما قال خاطيني قزعه نورمال حبسه هاك شو حبسه. ومن بعد يكتبوا الذبان تاع زتشي كتبوا باللي بالماضي يقصف بالماضي عاير راو راو راكم مرضى نتوما يا عاير حافظ الدراجي يظل معاه. نعطيكم سر على بالكم باللي حافظ الدراجي وهذا حسين شنتوف يسموه حسين شنتوف ماناجير في فرنسا
على بالكم باللي بالماضي حامد الرجي حسين شنتو، على بالكم باللي راحوا عند هما اللي راحوا عند عوار، مي عنده الحاج منا، ومن بعد عاودوا اخر مره راحوا عند عوار، هذو ثلاثه راحوا عند عوار وزتي ما بغاش يجي. باتي بوبلي قال لك قصف يا ودي الشيطان، كاش منها كاش منها كاش منها. انا نقول لكم حنا في الاخر شنقولوا، الله يجعل يكون هذا الحلم يكون حقيقه، ونهدوها لمحمد خونا تاع سيك وفانيك عبد الكريم، وعبد الكريم تاع معسكر صحيتو.